بداية احنا قبل ما بنطلع من الاسعاف لاي مكان ايا كان هو ايه، بيتم تجهيز العربية من اول وجديد، بنعمل تشيك اب على كل الاجهزة، يتم تشغيل سيستم الاجهزة كلها اللازمة لاسعاف اي حالة ايا كانت هي. بعد كده بنبدأ ان احنا نتحرك على المكان، اذا كان الملعب او اذا كان تأمين اي حاجة، بنتحرك قبلها بساعة ساعة ونص، وقت كافي علشان نعمل تشيك اب تاني على الاجهزة والحاجات دي. واحنا في الملعب نفسه، تجهيزاتنا داخل الملعب، بناخد جهاز الصدمات، في بورتبل كده جهاز صدمات القلب، وبناخد اجهزه الضغط، اجهزه السكر في حالات مثلا يكون لا قدر الله لاعب عنده سكر، عنده حاجه زي كده، بيكون معانا شنطه اسعاف مجهزه فيها كل انواع المحاليل، كل الادويه اللازمه لاسعاف اي حاله ايا كانت هي ايه. كل حاله مختلفه عن الاخرى، هل بقى التعامل ما بين حاله بلع اللسان وايضا الحالات اللي هي بيبقى عندها ازمه قلبيه ازاي بتتعامل مع دي وازاي بتتعامل مع دي؟ احنا الاول بنعمل اسسمنت، بنقيم الحاله، بنشوف الحاله فيها ايه، لو كانت حاله بلع لسان بنعدل الايروي، بنفتح الايروي ونحط المريض في بوزيشن معين علشان يبدا الممر الهوائي يرجع للمسار الطبيعي بتاعه. حالات توقف القلب احنا بنعمل حاجه اسمها فايتال ساينس، بنعمل العلامات الحيويه للمريض، بنشوف ضربات قلبه اولا، بعد كده بنشوف الحراره، بنشوف السكر بتاعه ايه. في حاله الاستدعاء احنا بنكون معانا الكراسي المتحركه، بنشوف بنقيم الحاله محتاجه ايه بالظبط، في اصابات، في كات ووند مثلا، في اي فراكشر، في اي تدخلات، بحس حاجات زي بلع اللسان او كده. حالات بلع اللسان طبعا بيكون لها تعامل خاص، ان احنا اول حاجه بنشوف الاير واي بتاع المريض، بنخليه وضعيات معينه ليه بحيث الممر الهوائي. في جهاز اسمه لارنجسكوب عندك هنا، ده بيرفع بس بيه اللسان بحيث الاير واي يوصل للرئه، بحيث المريض ان هو يقدر ياخد نفسه، وبعد كده احنا بننقل المريض للاسعاف. في الحاله دي بنكون بسرعة وقت نوصل بيه المستشفى.